يعيش السكان المحليون في مناطق وادي حجر أوضاعا معيشية وإنسانية صعبة للغاية. فالوادي الذي يحتل موقعا استراتيجيا بالغ الأهمية في الخارطة الغربية لحضرموت، والذي تشير بعض الدراسات إلى اختزانه لثروات معدنية وطبيعية هائلة، يجد سكانه أنفسهم وبعد أن تخلت الحكومة عن واجباتها نحوهم يعيشون تحت خط الفقر، إن كان يوجد للفقر خط هنا. سنة ما انطونا حق سنة، حق التأمينات ما انطونا حق سنة، خلاص ما عندي إلا هذه. حياة أهل المنطقة صعبة جدا جدا، كونها أولا بعيدة عن المدن الرئيسية، وطريق شاقة جدا، يعانون من أمراض الأطفال، النساء في حالات الولادة، كثير حالات ماتت في الطريق. بالنسبة للحياة المعيشية، فلاحين أو يمكن مستواهم فلاحين وأقل من الفلاحين، بحيث أن حتى المنتجات حقهم يعني باقية في بيوتهم لم تسوق على الإطلاق. حياة معيشية يرثى لها، ولكن الله سبحانه وتعالى فوق الجميع. فالزائر للوادي لا يحتاج إلى جهد كبير أو حتى إلى نباهة عالية ليلاحظ سريعا حجم الثروة والمقدرات التي تمتلكها هذه الرقعة الجغرافية المنسية. فعدا عن الموقع الجغرافي والذي كان لعقود طويلة يمثل واحدا من أهم وأنشط طرق التجارة القديمة، توجد هنالك العديد من الثروات الطبيعية والمعدنية وبكميات تجارية كالمياه الوفيرة والصخور الجبلية والذهب والحديد والنحاس وأيضا الملح الصخري وغيرها من الثروات الكفيلة بأن تكون مصدر جذب للمستثمرين. والثروات، إلا أن الشريحة الأكبر من سكان الوادي واقعون تحت مطرقة الفقر والجهل والمرض وسندان تجاهل الجمهورية التي لم يعرفوا منها منذ نشأتها سوى الاسم فقط. وطفشنا من هذا البلاد، لقينا الا من ايام الحزب واحنا في هذا الشغله، لما جات الجمهوريه اليمنيه واحنا في اسفل السافلين، ايش عاد من حياه؟ انما احنا ذاك هذه الاوضاع الصعبه اللي العيس شا والقاسيه في هذه الجمهوريه، احسنهم خلاص يتركونا وينسونا. رغم تزايد تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مديرية حجر، إلا أن هذه المنطقة الشاسعة والتي تؤم أكثر من 50,000 نسمة لا تزال مغيبة عن اهتمامات الدولة والمنظمات الإنسانية. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، مديرية حجر.